مساء الخير عليكم، مساء الخير دكتور رندا، مساء الخير شير بيرسونز، مرسي جدا على الانفيتيشن. وانا عارفه ان طبعا الوقت متاخر، ويعني ان شاء الله وي تيك ات شورت باذن الله. نعم، تمام. هو الحقيقه النهارده ان شاء الله الموضوع بتاعنا عن ريل وورد اوت كومز اند بايو سيميلرز اند انكولوجي بالذات، وان انتي بايوتكس ك primary health care setting example. احنا بس هو first of all هو في شويه بيبقى في two terminologies ساعات بنستخدمهم interchangeable رغم انهم شويه different، اللي هو real world data and real world evidence. real world data هي بتتكلم على ال patient health status أو delivery of healthcare routinely collected in variety of sources، اللي هي منها زي دكتور ميري ما اتكلمت على patient registries، على المورتاليتي mortality registries، ممكن نتكلم كمان على survey data، بنتكلم على electronic medical records. كل ده بيبقى يعتبر sources of real world data. however واحنا بنتكلم على الجزء بتاع real world evidence، احنا بنتكلم على clinical evidence اللي احنا بنجد from the analysis from these data، اللي هي ممكن بتبقى different study designs، منها ال randomized trials، منها ممكن ال observational studies mainly اللي هو cohort case control وال cross sectional studies. محتاجين نعرف هو مين اللي ممكن يعمل utilization for the real world evidence. احنا بنتكلم على ان كل ال healthcare professionals او كل ال healthcare market بتعمل utilization، من اول manufacturer pharmaceutical manufacturer لغاية ال payer regulators ال healthcare providers and also the patients. ال patients احنا زي ما اتكلمنا ان احنا محتاجين نقدم حاجة اسمها patient centered healthcare، وعشان نوصل ال patient centered healthcare لازم ال patient يكون يبقى incorporated في كل ال process بتاعتنا وكل ال analysis بتاعتنا. هنا بنتكلم ان real world evidence برضو بتبقى موجودة عندنا من ال pre-discovery بتاع ال R&D بتاعة ال pharmaceuticals أو any technology لغاية ما بنتكلم على ال post-marketing. وال post-marketing أهميته أو ال surveillance post-marketing بيبقى أهميته إن احنا بنعرف ال efficacy اللي أثبتت في ال clinical trials، هل هي فعلا في ال real world setting هتبقى فعلا هي نفس الحاجة ولا هتختلف؟ هل هيبقى في سايد افكتس هتظهر؟ هل هيبقى في الكومبلاينس بتاعت البيشنت هيبقى هو نفسه ولا لا؟ الاكزامبلز بتاعتنا زي ما قلنا ان احنا عندنا ريل وورد ايفيدنس، هنبقى بنتكلم على البرايمري كير سيتنج. ان اكزامبل از انتي بايوتكس، بنتكلم مثلا ان احنا محتاجين ان احنا نجمع نكولكت داتا ثرو بيشنت ريجستريز الالكترونيك ميديكال ريكوردز، لان ده بينهانس ان احنا تو يوتيلايز ذا رايت انتي بايوتيك فور ذا رايت بيشنت اند ات ذا رايت تايم، which will make ان احنا نقلل قوي البريفالنس بتاع الانتي مايكروبيا ريزيستنس، لان انا لما بدي البيشنت بيبقى مش اكوردنج للكالتشر سنسيتيفيتي مثلا اناليسيز، ممكن ده بيؤدي الى ان البيشنت بيديفلوب انتي مايكروبيا ريزيستنس. بنقول ريل وورد داتا زي ما بنقول ان هي بتانكوربريت البيشنت بريفرنسز في الاستراتيجيز، وبتؤدي الى ان بيبقى عندنا تيلورد جايد لاينز فور اللي هي الكلينيكال جايد لاينز، بتبقى تيلورد اكوردنج للسيركمستانسز، اللي احنا ما بتبقاش حاجه يونيفرسال، يعني اللي بيمشي مع المريض اكس ممكن ما يمشيش مع المريض واي، فلازم يبقى زي ما بنقول تيلورد اكوردنج للسب جروبس بتاعت البيشنت، الالدرلي مثلا اللي عندهم كرونيك ديسيز او كوموربيديتيز، فاحنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا يعني registries and real world data evidence تبقى utilized in every stage. بنقول ان في عندنا مثال الاوريتا فانسن انتيبيوتيك، بنقول ان سنجل دوز وسنجل اند مالتيبل دوز اثبتت في الريل وورد ايفيدنس انها مهمه جدا لحاجه لعلاج حاجه اسمها الاسبي او الابسي سوري، اللي هي الاكيوت باكتيريال سكين اند سكين ستراكشر انفكشن. دي ادت الى ان بنقول ان السنجل دوز ادت الى افويدنس اوف هوسبيتاليزيشن، دي كان كلها نتيجه الريل وورد ايفيدنس.
And also it illustrated that in some populations that were not present in the clinical trials, بنشوف انها still in a single and or multiple doses كانت very effective في real world setting. As regard biosimilars, هنقول بس يعني definition اكيد حضراتكم كلكم عارفينه ان احنا بنتكلم ان biosimilars are not generics. Biosimilars مختلفة شوية عن الجينيريكس وفي barriers still up till now in US and Europe in utilization of biosimilars. However, they are evident, we are evident that biosimilars are cost saving and they are very helpful in attaining universal health coverage for specific disease as oncology disease. بنتكلم ان الباريرز دي بنقول ان يعني ستاديز كتيره قوي قالت ان الباريرز دي مينلي ديو تو سيجنيفيكانت جاب ان ذا نوليدج اوف هيلث كير بروفيشنالز. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل كروسنج باي نعمل اويرنس اكتر على ان لازم نعمل بري كلينيكال ترايلز ان احنا ناسس ان البايو سيميلرز دي تنفع انها فعلا تبقى انترتشينجبل ويز ويز بايولوجيك in the same indications. بنقول برضو ان احنا محتاجين ان to enhance the confidence of the patient also ان في هنقول من الباريرز كمان ان في patients كتيره قوي بيبقوا متخوفين انهم ياخدوا البايوسيميلرز versus البايولوجيك لو هي موجود رغم ان طبعا الفرق في السعر كبير جدا. بنقول ان احنا عندنا في opportunity عاليه جدا ان احنا ننكريز اليوتيلايزيشن بتاعت البايوسيميلرز. هنا عندنا الشورت دي بتقول لنا ان الجلوبال سيلز من البايوسيميلرز هي في يوروب بتمثل حوالي 87% من الجلوبال سيل للبايوسيميلرز. however in US it's still 2% only from the global utilization or the global sales of biosimilars. فاحنا نقدر ان احنا through crossing the gaps اللي احنا قلنا عليها او crossing the barriers ان احنا نقدر ان احنا نوصل للكفرج للديسيز اللي احنا بنتكلم عليها الانكولوجي ديسيز ونقلل الكوست كتير. بنقول ان 45% من البايوسيميلر ميديسين كانديديت ار تارجتنج الاوتو اميون ديسيز. however in 40% only of the biosimilar medicine candidates are targeting oncology. وبقيه الحاجات كلها اللي بنتكلم على diabetes respiratory disease كلها بنتكلم حوالي 15% بس من البايوسيميلرز are targeting these disease. في 2018 البرازيليان سوسايتي اوف كلينيكال اونكولوجي عمل ستادي بتقول انها ايمينج تو تشوف الابروفال اند يوزز اوف بايو سيميلرز ان اونكولوجي. فاخذت اخذت اكزامبل ايبونيتين وقالت ان ريل وورد ايفيدنس مهمه جدا لان الايبونيتين ده كان بيستخدم في ان هو بيعالج الانيميا في الكانسر بيشنت ريسيفنج كيموثيرابي. فلقوا ان هم عملوا اكسترابوليشن لانديكيشنز كتيره جدا مش بس الانيميا في الكانسر بيشنت ريسيفنج كيموثيرابي وقالوا ان هو هينفع ان هو هيزود السرفايفل وهيقلل الانيميا وكده. ولكن الريل وورد ايفيدنس اثبتت ان الكلام ده مش صح واثبتت ان احنا عندنا مشكله كبيره ان هو في بعض الاحيان ادى الى ان يحصل دروباكس كبيره ويحصل سايد افكتس كتيره. فهو ده كمان بيقول ان هم كان الريكومنديشن بتاعتهم في البيبر دي ان الكي رول بلايد باي ذا فارماكو فيجيلانس اند وورنز امبورتانس اوف تراكنج سيستم ان احنا نبقى معتمدين دايما على ريل وورد ايفيدنس ما نعملش اكسترابوليشن من كلينيكال ترايلز اونلي لان ده ما بيبقاش بينيفيشال في اوقات كتيره. So preclinical studies ودي واحدة زي ما قلنا اللي هي نقدر منها ان احنا اصلا نعمل الستادي كويشن بتاعنا بتاعت ال clinical trials. They are required. The pharmacovigilance post-marketing and long-term safety data are very important also. Post-marketing surveillance are very important and incorporating the patient in order to نحنا زي ما بنقول نكلوز ذا جاب towards ان هو ما يبقاش عنده الخوف من موضوع السايد افكتس اللي ممكن تحصل او كده. فده مهم جدا ان احنا نincorporate في الديسيجن ميكنج بتاعنا. Take home message, the current underuse of biosimilar in clinical practice may at least be attributed to the lack of awareness among practitioners and patients. وده محتاج ان احنا نعمل awareness اكتر.
rigorous regulatory frameworks. احنا محتاجين ان احنا يبقى في قوانين اكتر من او يعني approvals تبقى اسرع للجزء بتاع البايوسيميلرز. And also ان احنا زي ما بنقول ان الهيلث كير بروفيشنال شود ان هم يبصوا اكتر على السيفتي والافيكاسي ان ريل وورد سيتنج، ما يعتمدوش على الكلينيكال ترايلز. And thank you.